من سطح قلعة عجلون في محافظة عجلون في شمال الأردن على ارتفاع 1023 متر عن سطح البحر. نحن الآن فوق سطحة قلعة العز، قلعة الشموخ، القلعة التي بناها صلاح الدين الأيوبي، والذي قام بالبناء عز الدين أسامة بن منقذ 1184 عملت هذه القلعة لتكون تشرف على وادي الأردن، وهي أيضا على الطريق بين القاهرة في الجنوب ودمشق في الشمال والقدس في الغرب. هذه القلعة الاستراتيجية التي بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي قبل الحروب مع الفرنجة بهدف السيطرة على مرتفعات جبل عجلون ووادي الأردن وسهول حوران. هذه القلعة من خلالها نستطيع أن نشرف على منطقة القدس، في منطقة القدس في أقصى الغرب، وتشرف على باقي منطقة الشمال الضفة الغربية المحتلة. أيضا هنا منطقة نابلس، منطقة جنين، منطقة يعبد، هذيك المنطقة سهل بيسان، مدينة برج بن عامر الموجودة فيها، وهذيك بحيرة طبرية، وشاهد هناك في قلعة تماثل هذه القلعة اللي هي قلعة كوكب الهواء الصليبي. هذه القلعة التي نراها الآن نراها في الأفق أيضا للتحكم في منطقة وادي الأردن لتشرف على الجزء الشمالي من وادي الأردن، ونرى أيضا جبل الجرمت وهو أعلى قمة في فلسطين إضافة إلى الجليل الأعلى، ونرى أيضا إصبع الجليل. في المقطع الشمالي بنلاحظ هناك منطقة جنوب لبنان، وهناك قلعة كثير مهمة اسمها قلعة شقيف أرنون، حيث أن هناك ترابط ما بين قلعة عجلون وقلعة كوكب الهواء وقلعة شقيف في أرنون. ويمكن في الأيام الصافية أن نشاهد منطقة جبل الشيخ ومزارع شبعة وتلك فرشوبة في الأفق الشمالي، إضافة إلى محافظة درعا وهضبة الجولان السورية المحتلة. من هذا المكان الذي يرتفع 1023 متر عن سطح البحر نستطيع أن نرى الجزء الأوسط والشمالي من فلسطين الحبيبة المحتلة التاريخية، وجزء من جنوب لبنان، والجزء الجنوبي الغربي من سوريا ومنطقة شمال الأردن. وهذا المكان العابق بالتاريخ والحضارة والتراث ندعوكم إلى زيارته، حيث سحر المكان من سحر الطبيعة وسحر الآثار والتراث. والله يكرمك. شكرا يا دكتور، شكرا على الموجز الرائع والجميل. شكرا.